رجعنا نتواصل معاكم مع العمل الإنساني مع شباب وبنات الكويت في هذا المجال، ودائما في نماذج مشرفة عندنا في المجتمع الكويتي تميزت في مجال العمل الإنساني. ومن أبناء الوطن اللي نفتخر فيهم كوجودهم في هذا المجال كسفراء للعمل الإنساني، واللي كانت لهم إسهامات ومشاركات إقليمية وعالمية، هناك اسم برز وتألق في العمل الإنساني. معنا في هذه الفقرة الأستاذة شيماء العيدي، سفير شباب الوطن العربي للعمل الإنساني. صباح الخير أستاذة شيماء، حياك الله معنا في شاي الضحى. صبحت الله بالنور والسرور والصحة والخير والعافية. صباح الخير على الجميع. صباح السعادة وصباح العطاء والإنسانية. في البداية أكيد لك كلمة بهذا اليوم المميز اللي دائما يذكرنا بجهود شباب وبنات الكويت وجهود التاريخ اللي يشهد لنا من خلال العمل في المجال الإنساني. أولا أحب أوجه تحية كبيرة من قلبي إلى قلب كل مواطن ومقيم موجود على هذه الأرض الطيبة. صباحكم سعادة، إن شاء الله يا ربي هذه الأزمة تعدينا بدون ما ننظر كلنا يا رب ولا نفقد أحد عزيز وغالي. في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المميز، أحب أقول أن كل إنسان في خير بقلبه يقدر يطلعه. كل إنسان فكر بيوم من الأيام أنه يساعد أحد أو يمسح دمعة من على خد طفل يحتاج ذلك أو يقدر. فالقدرة موجودة في كل واحد فينا، قدرة الإنسانية، قدرة العطاء والرحمة، نقدر نقول إن هي جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى نقدر نقدمها للكل. فلا تتهاونون أبدا، ودائما نقول لي بقلب صلاة ما يخليها. فإذا في شيء في داخلك وده إنه يطلع ويعطي هذا العطاء ولا إيد الإنسانية لغيرك، فعطى ولا تتأخر، لأن الله سبحانه وتعالى راح يوفقك أكيد. طبعا كان لك شيماء شرف مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه. إيش كثر كان لهذا اللقاء المميز دافع لشيماء في أنها تستمر في مجال العمل الإنساني والعطاء؟ للأمان لقائي بسيدي صاحب السمو أمير البلاد، عسى الله يحفظه ويرده بالسلامة يا رب يا رب، هو بداية لقصة جميلة كانت حلم لفتاة صغيرة. هو حلمي من أنا طفلة أني أنا أكبر وأسوي إنجاز كبير وأفتخر فيه قدام سمو الأمير. فكان تحقيق حلم لطفلة امتداده لقصة، امتداده لعطاء. ولكن لما صار على أرض الواقع حسيت أن في وسام انحط على صدري اللي هو كملي وصابري. بقليل من الكلمات وكثير من الحب، لما أشعل صدر ثلاث مرات وقال أنت بنتي بنتي بنتي، بالفعل حسيت بالأبوة. ما حسيت بلحظة أن أنا ممكن أتهاون بأي فكرة ممكن تطري على بالي، بحيث أني أنا أرفع أي إنسان من أي مكان هو حاس أنه هو يبي مد إيد المساعدة، ما راح أوقف عنه. فسيدي صاحب السمو عطاني امتداد من العطاء تحقيق الحلم. أنا ما أبي أزيد بالكلام أكثر علشان أتخنق من عبره، لأن أنا من قد ولهي وخوفي عليه، وأتمنى أنه يرجع إن شاء الله بالسلامة. قاعد أفكر بوايد أشياء إحنا كنا مفكرين إحنا نسويها باسمه، فإن شاء الله يا رب نقدر نسويها بردته بالسلامة إن شاء الله. فكان لقاء رائع للأمانة. نعم إن شاء الله بيرجع بالسلامة وبتنور الكويت بردتها. اليوم شيماء أصبحت قدوة لبعض الشباب والبنات، ملهمة بالنسبة لهم من خلال الأفكار اللي تقدمينها والعطاء الإنساني اللي قاعد تقدمينه. شنو يعني لك هذا الموضوع أن يثق فيك الشباب ويشوفونك مصدر لإلهامهم؟ والله يعني الكثير للأمانة. في مسؤولية كبيرة ممكن تقع على عاتقي، بس إن شاء الله أنا قدها وقادرة عليها. ولكن إذا دل هذا يدل على أن الشباب فيهم الخير إن شاء الله، أن هم حاسين بالخير اللي قاعد يطلع، حاسين بالإنسانية اللي ممكن إحنا نوصلها برسالة كل كويتي وكويتية، أو حتى أي إنسان حاب إنه يوصل رسالة إنسانية أو مساعدة أو عطاء. لما هم يحسون أن كلمة الشيء ما ممكن تأثر فيهم أو تغير فيهم أو ترفع منهم بقدر من الإيجابية، فهذا شيء وايد جميل.
إن شاء الله بإذن واحد أحد راح أستمر في رسالتي وأستمر في عطاءاتي، ما دام هم موجودين فأكيد المنارة راح تنأخذ من إيدي أوصلها لهم، ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك فأكيد هم بيوم من الأيام راح يكملون المسيرة من بعدي، وإن شاء الله يا رب الأجيال هي بعد أكثر وأكثر، يا رب تعطي حق هالديرة الطيبة. إن شاء الله. ودنا نتكلم عن يعني بعض الكلمات اللي نستخدمها في حياتنا اللي تعطينا دافع وتعطينا أمل في الاستمرار، منها الإصرار. يمكن كلمة سهلة لكن تطبيقها على أرض الواقع البعض يشوف صعب أنه هو يكون شخص مصر على الاستمرار في عطائه، في تميزه، في أن يترك بصمة في هذا المجتمع. ودي يعني تكلمينا عن معنى الإصرار في حياتك وشلون طبقتي. أولا الإصرار مثل ما تفضلتي خيتي هي كلمة بسيطة، حروفها بسيطة ولكن هي تطبيقها صعب جدا، ممكن تحوشنا عثرات، ممكن في ناس تمر بحياتنا تكسر ميعاديفنا مثل ما نقول احنا في لهجتنا الكويتية، ممكن في ناس تقول ان ما راح تقدر توصل او لو غيرك يبيك ما قدر، احنا كنا نحاول وما قدرنا، فممكن في امور كثيره تكسر ميعاديفنا او تكسر كل الطاقات الايجابيه اللي ممكن احنا نحلو او نذهب اليها مثل ما نقول، بس اذا كنت داخلي قاعد اطرد اي سلبيه او داخلي بيني وبين نفسي اقول انا عندي القدره وعندي العطاء اني انا اوقف على حيلي واكمل في هذا الطريق مهما تعثرت، اتسند واتعكز على نفسي واريد اوقف. الثبات هني يكون اولا فيني بيني وبين نفسي في ايمان ان الله سبحانه وتعالى بيرفعني لان انا قاعد امشي بممشى صح، وهذا الشيء بيرفع قدري ان شاء الله في الاجر وفي ثواب بالاضافه انه بيساعد الناس. الشيء الثاني لما انا استمد القوه من الله سبحانه وتعالى فانا شنو ابي من البشر او من العثرات اللي ممكن نقع فيها. فالاصرار مهم، اني انا ما اسمع السلبيات حواليني وايد مهمه، زائد التجارب السلبيه اللي وقع فيها الناس الثانيه ما ممكن ان هي تاثر علي. ليش؟ لان إذا كانت تجربته سيئة أو سلبية هذا مو معناته أن أنا بعد تجربتي بتكون سيئة أو سلبية، أو الابتعاد كل البعد عن أي كلمة ممكن تقول لك أن أنت محتاج واسطة أو محتاج اسم فلاني أن هو يساعدك. أبدا إذا كان إصرارك في يقين أن الله سبحانه وتعالى بيوفقك راح يوفقك أكيد، فهذا الامتداد أكيد والقوة تكون من الله سبحانه وتعالى مع النية أكيد. نعم. وإن شاء الله يا رب يعطيك حتى يرضيك. نعم، يعني الإصرار نقدر نقول يأتي من قوة إيماننا. اليوم الشباب في أرجاء الوطن العربي يتسابقون في أعمال الخير، وهم في النهاية لحاجة لنصح وإرشاد، خاصة اللي توهم في أول خطوة في هذا المجال، فشنو نصيحتك لهم؟ النصيحة الأولى تكون النية صافية لله، والنصيحة الثانية أن في ضغوطات وفي إغراءات راح تجي لكم أكيد، بحيث أنك أنت تتنازل عن جزء من هذا العطاء أو جزء من التطوع أنه يكون في شيء أو مدخول ذاتي لك، أو الجزء الثاني يروح حق التطوع، فحطوا بالكم من هذه الجزئية، لأن أنت أكيد أو أنت جيتوا كلكم بنية صافية أنكم تبون تعطون هذا العطاء أو التطوع لوجه الله، إن كنت بتساعدون إنسان أو إنسان أو حتى مجموعة من الأشخاص. فديروا بالكم من الأنا، ديروا بالكم من حب الذات، وديروا بالكم من كلمة غرور ممكن أن هي تنسيكم هذا التطوع الجميل أو المعنى الجميل له. ففي ضغوطات وفي إغراءات ممكن تأثر عليكم، هذه النصيحة الوحيدة اللي دائما أنا أحب أقولها حق إخواني وخواتي الشباب المقبلين على أي خطوة تطوع. فهذه الإغراءات ممكن تردك وراء خطوات كثيرة أنت ممكن تعديها. فشلون اتعوذ من ابليس؟ جد انا قاعده اقول هذه نصيحه اخت، اتعوذ من ابليس واي اغراء ممكن يقول لي اقول انا ان شاء الله سبحانه وتعالى بيعطيني الجنه وثوابها، بيعطيك بعدين بيوم من الايام في يوم لا ظل الا ظله شيء وايد اجمل من عطاءات الدنيا والماديات رايحه. طبعا فلا تلجؤون ابدا حق هذه الاشياء، بالعكس لا تسمعونها، قطوها وراء ظهركم وكملوا والله راح يوفقكم ان شاء الله. إن شاء الله. ويعني من أهم الأمور اللي لازم الإنسان يتعلمها في الحياة
وخاصة إذا دخل في مجال العمل الإنساني ومجال العطاء وأعمال الخير، فإنه هو يعطي وما ينطر مقابل، فاللي ناطر المقابل هذا أكيد مو متجه للعمل الإنساني، ولازم يعيد حساباته مع نفسه، لازم نتعلم هذه المهارات في الحياة، فإن إحنا نكون معطائين ما ننطر من الآخرين أنهم يعطونا وننطر مقابل، ولا نقول مثلا وقتنا يعني له ثمن، إحنا ما نضيع وقتنا من غير ثمن، لكن العطاء له طعم مميز خاصة للشخص اللي جرب هذا الشيء، يقدر أكيد يوصل هذا الرسالة بشكل أوضح. ودي أتكلم معك أيضا عن دورك في أزمة كورونا وانتشار هذا الفيروس، انتشرت كثير من الحملات التطوعية في هذا المجال، هل كان لك رسالة قدمتيها خلال الفترة السابقة؟ والله أنا كانت عندي رسالة، الحمد لله بفضل ربي إن هي نجحت. هو للأمانة في البداية أنا بعد كنت في العزل المنزلي لأن كنت رادة من بريطانيا بحزة الأزمة يعني، فإحنا من رحلات الإجلاء، فالفترة الأولى كنت يعني مخصصة وقتي للأمانة للتطوع الداخلي، يعني كنت أشتغل من داخل الحجر مالي بحيث إن إحنا نمشي أكثر من حالة إنها تتعالج، ولكن تعطل بسبب كورونا، العالم كله مثل ما تعرف وقف. لكن حاولنا قدر المستطاع ان احنا نأمن اكثر من حالة بالفترة هذه، ان احنا نكدس الحالات نجمعها ونفرزها بحيث ان اول ما تفتح لنا المجالات الصحية ان احنا ندخل هذه الاوراق دخلناها، ولله الفضل والمنة قدرنا الحين نجتاز 11,000 حالة 0.600. الحمد لله الحمد لله ان قدرنا ندخلهم وقدروا يتلقون العلاج من نجد جديد، فابدا ما وقف. ممكن وقفت الحملات اللي هي تكون اجتماعيا ايجابيه والمقالات الايجابيه او طرح الاشياء الايجابيه بحكم نفس ما قلت لك الوضع اللي كان سائد، ولكن التطوع كان الحمد لله فعال وشغال، والله سبحانه وتعالى وفقنا، والحين احنا ردنا وقفنا علينا حال العالم كله، ولكن بدفعه اقوى بعطاء اقوى، الله وفقنا الحمد لله. الحمد لله. في ختام هذا اللقاء شيماء، ودنا نتطمن على صحتك، اكيد ايضا المتابعين حابين يتطمنون على صحتك. أنا بصحة وخير وعافية، ومهما تألمت ومهما حسيت بتعب بطلعة واحدة أشوف فيها شخص يقول سلام عليكم ولا يعطيك العافية ولا أنتي كنتي أمل أو رفعتي اسمنا أو أنتي تاج على راسي أو يا عقالي تأكدون أن أنا أنسى هذا الألم، فهي مسحة من العافية لي. فإذا حسيت بآلام أو تعب مثل ما أنا قاعدة أحسها أحياناً، صدقيني أنا أنساها بكل ابتسامة من طفل أو من مسن أو من أي شخص ممكن يقول لي أي شغلة حلوة، فأنا بخير صحة وعافية، ولو في أشياء بسيطة بتعدي أكيد لأن الأمر موجود. إن شاء الله بتعدي وبتقومين بالسلامة، ودائما أنت مصدر إلهام لكثير من البنات والشباب في مجال الإصرار والأمل والعطاء. شكرا لك، شكرا لعطائك. شكرا لكم، يعطيكم العافية وصباحكم سعادة. صباحك إيجابية وابتسامة، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. بكذي نكون وصلنا معكم متابعينا لختام حلقة اليوم من برنامجكم شاي الضحى، الأكثر إنسانية هو الأكثر سعادة. أترككم بحفظ الله ورعايته وأقول لكم مع السلامة.